بقى يعني اللي حصل ده يتراعى في اللي جاي، يعني حته ضغط المباريات وفكره حسن التنسيق. ما انا هقول لك ليه مش هينفع يتراعى برضو ده. لازم بص، انت قدامك سنتين كمان عشان تقدر ترجع لقبل كده وتلعب كل اسبوع ماتش، لان انت هتبدا متاخر الموسم اللي جاي ده، وبعدين هيحصل توقفات. الاهلي ده قرعه افريقيا الجديده بتاع الاهلي نزلت امبارح، فانت عندك توقفات للاهلي وتوقفات للزمالك والفرقتين التانيين بتوع الكونفدراليه، وعندك كاس امم افريقيا هتعمل فيه ايه؟ لو لعبت من اول البطوله لغايه ان شاء الله النهائي هتعمل ايه؟ كل دي توقفات. وبعد كده انت عندك كاس عالم في 6، طب انت كده كده مضغوط، فلازم تاهل نفسك للمواضيع دي من دلوقتي. يعني لسه في سنتين جايين من الفرهده موت. اوكي. يعني انت فالدنيا صعبه، لازم الناس على فكره يعني تاخدها بسهوله اكثر. يعني فعلا انا متفقه مع حضرتك، لان يعني بنسمع اوقات طبعا مش من فئه كبيره الحمد لله، في وعي برضو في الشارع، من فئه بسيطه يقول لك انتوا انا من يومين سمعت حد بيقول لا مش عارفه هو مين لمين، مش عارفه هو بيوجه رساله، بس سمع حد بيعدي بيقول للتاني انتوا هتتقطعوا، فبس كنت عايز اعرف انت بتنتمي لمين ومين اللي هيتقطع فين او متقطع فين، مين اللي هيقطع مين يا جماعه؟ يعني برضو لا يعني مش ده المصطلح لا اللي احنا طبعا ما انا بقول لك يعني 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 احنا مصعبين الموضوع. انا عايز اقول لك يعني امبارح مثلا انا كنت في الشغل طبعا في فرع القاهره اتحاد الكوره في الشواربي، انت عارف الشواربي في البلد زحمه بقى، عشان اطلع كريم بالعربيه والله ما عرفت اطلع الناس كلها اول وبيقولوا لبعض فلان بتاع يا كابتن طب هنعمل ايه بكره، طب هم هيعملوا ايه، طب لو حصل وحصل مش عارف ايه، طب هو مين الحكم بكره، طب هو مين اللي عمل كذا، طب مين اللي كذا كذا. يا جماعه سيبوا بعدين عشان تقنع حد يسيب الامور طبيعيه مش معقوله. وبعدين الزملكاويه طبعا راحوا ظاهرين في برضه احنا اللي هناخد البطوله والمش عارف، يعني العمليه بقت صعبه جدا 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 يعني في بين الناس. خدوا الموضوع اسهل يا جماعه. انا اعتقد ان النادي الاهلي هو وجمهور النادي الاهلي اللي لازم يبقى فيه اريحيه شويه. طيب. لان انت داخل على المباراه دي وانت عندك رصيد كبير يا جماعه. أيوة طبعاً مش هنقول طبعاً التاريخي أيوة مش هنقول التاريخي الحالي. هنقول الحالي اللي احنا فيه، 4-5 بطولات في مقابل ما فيش ولا بطوله في 10 شهور.